مرحبا بكم. لو افترضنا بأن مهندسا ما أراد أن يبني بنيان، فهو سيقوم أولا بدراسة كل المتطلبات الأساسية، يعني سعته، عدد الغرف، سعة كل منها للأفراد، وظيفة كل غرفة، هل يحتاج المبنى مثلا لحديقة، ما هي سعة مواقف السيارات سواء الحالية أو المستقبلية، وغيرها من المعلومات المتاحة له قبل أن يبدأ بالتصميم بناء. ثم يفحص الأرض ليرى إن كانت تتحمل ثقل البنيان المطلوب وكيف يمكن تفاديه بالتصميم، أو إذا كان في هنالك عيوب بالأرض، وبعد ذلك سيقوم بوضع فكرة البنيان على الورق بشكل رسومات قبل أن يقوم بالتنفيذ، وبالنهاية بإصدار الرسومات النهائية للبنيان أو البلوبرنت يظل في حوزة المالك طبعا، وذلك لأنه إن ظهرت بالمستقبل بعض المشاكل فيه فسيقوم بعمل الصيانة اللازمة مستعيناً بهذه المخططات لكي يعمل الإصلاحات بأقل التكاليف، وكلما قلت تكاليف الإصلاحات المستقبلية أو الحالية كلما كان البنيان أفضل. وبمعنى آخر، حتى يكون المشروع بارع في الصنع فهو يحتاج إلى موازنة بين وظيفة كل جزء وتكلفته، أي cost effectiveness. ماذا لو طلبنا من بناء بدائي، يعني أن يقوم هو ببناء ما، ما نسميه بالبنيان التجاري، دون أن نعطيه المتطلبات المستقبلية مثلا؟ هذا الشخص، ولأنه لا يتعامل مع التخطيط المسبق والتصميم، فهو سيبني أي بنيان تجاري أنت تطلبه، وبالتأكيد لم يكن لديه بلوبرنت له بعد أن يبنيه. وقد يكون هذا البنيان مناسبا لشخص واحد في زمن معين مثلا، لكنه ولأنه لم يضع بالحسبان المتطلبات بالبداية فتراه سيزيد في البنيان كلما تطلب منه عمل التوسعات لعدد أكبر من الأشخاص مثلا بالمستقبل، وحتى كلفة الصيانة ستكون أكبر لإصلاحات ترقيعية، أي أن المبنى لن يكون اقتصادي على المدى البعيد حتى لو أدى الغرض منه وقتيا. الآن لنسقط هذا المنطق على جسم الإنسان، فهل جسم الإنسان والذي نتباهى بكمال الخلق فيه هو فعلا نظام صممه ونفذه مهندس بارع معصوم عن الخطأ؟ وهل هو أصلا نظام كامل في تكوينه؟ لو كان كذلك فلماذا مفصل الركبة به مشاكل صحية كثيرة؟ أليس ذلك لأن تركيبته لا تناسب المشي بصورة عمودية قائمة؟ ولماذا نجد هناك تقوسات زائدة عن الحاجة في العمود الفقري؟ ما الفائدة من وجودها اقتصاديا؟ ماذا عن منطقة الحوض الضيقة عند الأنثى والتي تسبب إشكاليات كثيرة عند الولادة، تحتاج أحيانا للتدخل بالعمليات القيصرية، أي شق البطن وأخراج الجنين. انظر إلى شبكة العين مثلا عند تشريحها، فلماذا يوجد تجمع الأعصاب في الأمام حيث يسقط الضوء مما يسبب مشاكل بصرية، سنأتي لذكرها طبعا لاحقا، بدل أن توضع بالخلف حيث يجب أن تكون. ماذا عن صغر الفك وازدحام الأسنان؟ فهذه لو كانت من مهندس بارع ما كانت تحتاج لتدخل الإنسان وتقويمها. كل ما سبق وأكثر من الأخطاء هل ينطبق عليها ما يسميه الخلقيون إبداع واتقان الخلق الإلهي؟ أليست هذه أخطاء خلقية احتمال أن يقع بها بناء بدائي أكثر من مهندس بارع؟ ناهيك إن كان هذا المهندس المعصوم عن الخطأ أصلا. أسئلة وعيوب كثيرة لا يجد الخلقيون الإجابة المقنعة لها ولا التفسير المناسب في فرضية التخطيط والتصميم المسبق لخلق الكائنات الحية. كل ما يستطيعون أن يفعلوه هو إنكارها، وكأن الإنكار يجعلها تختفي، بينما كان يجب عليهم أن يجدوا لها التفاسير أو التفسيرات المقنعة، تماما كما فعلت الجهة الأخرى أي جهة العلم. فنظرية التطور وحتى يومنا هذا أعطت أفضل التفاسير لهذه العيوب الخلقية.
فالاعتراف بهذه الأخطاء هو أول خطوة للحصول على التفسيرات العلمية والمنطقية المناسبة لها، أي هو البلو برينت الذي ستقوم بتفسيره منطقياً. دعونا نرى ما يقولها أحدهم في هذا الفيديو. يطلق أتباع الخرافة مصطلح الخلقويين creationist، ويقصدون به من يؤمنون بأن الله خلق الكائنات عن قصد وإرادة، وأعيد عن قصد وإرادة، لا كما يوهم البعض أن الفرق بيننا وبينهم هو الخلق المستقل أو بالتطور أو التطوير. فمسألة القصد والإرادة أهم من ذلك كله، وهو ما تريد خرافة التطور نفيه أو التشكيك فيه. يسمونك خلقويا لتبدو وكأنك تؤمن بشيء غير بدهي ولا أصيل، بينما يسمون رموز العلم الزائف بالعلماء. وبالتالي فالشاب الساذج المتأثر بالإرهاب الفكري سيجد نفسه مدفوعا نفسيا لا شعوريا إلى الهروب من السجن، الإطار، الفريم الذي وضع فيه الخلقويون ليصف في مصاف العلماء المتنورين. بينما حقيقة الأمر أننا نحن القائلين بأن الله خلق الكائنات عن قصد وإرادة، اسمنا ليس خلقويين، بل نحن ببساطة بشر أسوياء نستخدم عقولنا التي لم تصبها لوثات الخرافة. من البداية المقدمة خاطئة منطقية، والمقدمات الخاطئة لابد أن توصل لنتائج خاطئة، فالاستدلال الصحيح يجب أن يكون خالي من المغالطات في المقدمات لكي لا نصل إلى استنتاج خاطئ بالنهاية، أو كما يقولون garbage in equals garbage out. والقنيدي لم يكتفي بإنكار وجود الأخطاء، بل ادعى أن النقص كمال دون أن يبين لنا كيف يكون النقص كمالا والنقيضان منطقيا لا يلتقيان. لكن بدلا من اتباع المنهج العلمي لكي يعطينا الدليل على حجته، نرى هذا الخلقي يحيد عن النهج ويرمي الكرة بملعب الآخر بإلقاء عبء الإثبات على التطوريين ومطالبتهم هم أن يثبتوا أنه هو على خطأ. ليس ذلك وحسب، بل حاول أن يقلب الطاولة على كل من يطالبه بالإثبات وكأنه في حرب مع الآخر، وهذا أبعد ما يكون عن النهج العلمي الصحيح. فالعلم يعتمد على الأدلة والإثباتات وليس الحروب مع طواحين الهواء. وطبعا لأنه بدأ بداية خاطئة منطقيا، فنراه ولكي يخرج من مأزق يزج بنفسه في مأزق آخر ليرتكب جملة أخرى، والتي منها ولا تقتصر فقط على مغالطة رجل القش ومغالطة الرنجة الحمراء ومغالطة المنحدر الزلق. كل هذه المغالطات كانت فقط بالمقدمة، والتي استرسل بها هذا الخلقي وتعداها بتشويه معنى المنطق وإساءة استخدام المغالطات المنطقية لا لشيء إلا لكي يتهرب من الإجابة على أسئلة مشروعة، ناسيا أننا كبشر باستطاعتنا أن نخلق عدد لا نهائي من المزاعم والادعاءات، بل في الواقع نحن نجيد ونبدع في تخيل أي شيء لا يمكن لا عمليا ولا نظريا إثبات أنه خاطئ. فهل يعقل أن نؤمن بكل فكرة يأتي بها صاحبها فقط لأننا لا نستطيع إثبات عكسها؟ هل مثلا علينا أن نؤمن بوجود أمنا الغولة لأننا لا نستطيع إثبات عدم وجودها؟ حسناً، نحن لن نكلف أنفسنا هنا في الدخول بالتفاصيل في هذه المغالطات لأن هذا ليس موضوعنا، ولا نريد منه حتى أن يبين لنا كيف يكون النقص كمالاً، لكن عليه على الأقل أن يبين لنا سبب وجود هذه الأخطاء التي تزخر بها كتب التطور. لنستمع ما يقول. ماذا نسمي اليوم قولهم الجناح للطيران؟ وبما أن البطريق لا يطير والنعام لا تطير، إذن أجنحتها على الفاضي، وهذا يدل على أن الكائنات الحية جاءت بالتطور الصدفي. ماذا نسمي كلامهم هذا بعدما رأينا الذي رأينا؟ هل هو مثال آخر على خاطبهم كأطفال يحتقرون به عقول أتباعهم؟ أم هي مغالطة الاحتجاج بالجهل؟ إذ يجهلون أو يتجاهلون وظيفة جزء من جسم الكائن الحي فيجعلون جهلهم هذا حجة؟ أم هي مغالطة آلهة الفجوات؟ لديهم فجوات معرفية فيسدونها بنسبة الأفعال إلى الخرافة، يعني بما أنه لا فائدة للأجنحة فمين غيره؟ لابد أنه التطور هو الذي جاء بهذه الأجنحة.
أم هي مغالطة التضليل بالمقدمات الخاطئة، حيث بدأوا بمقدمة أنها أجنحة بلا فائدة وانتقلوا بالمستمع إلى نتائج رتبوها على هذه المقدمة دون أن يعطوه فرصة لمحاكمة صحة المقدمة أصلاً؟ أم هي مغالطة الاستدلال الدائري كما شرحنا؟ أم أنها مغالطة تحويل عبء الإثبات إذ تعاموا عن كل أمثلة الإتقان والإحكام، لا أقول في الكائنات الحية بشكل عام فحسب، بل وفي نفس الحيوانات التي اتخذوا من أجنحتها شبهات؟ وبدل أن يثبتوا أنه يمكن للعشوائية والصدفية والانتخاب الأعمى أن يأتي بهذا كله، حولوا عبء إثبات وظيفة أجنحة الطيور علينا. محتوى حلقته حدث ولا حرج، كمية هائلة من جدليات يريد القنيبي ومن يتبعه أن يطحن بها قوى خفية في عمل وتنويع كل هذه الكائنات دون أن يشرحوا لنا ميكانيكية هذا العمل. وبهذا هو زاد على مغالطاته مغالطات أخرى عندما يقوم بتقييم التطور من خلال النتائج أو العواقب التي لا يستسيغها هو، لأنها تتناقض مع معتقداته المتوارثة من أجداده والشائعة في مجتمعه، وليس عبر إثباته أو دحضه لها بشكل علمي. فنراه يردد بصورة ببغائية على طول سلسلته جمل من مثل: أيهما أكثر منطقية، أن ننسب تعقيد هذا النظام الحيوي المهول إلى الصدفة والعشوائية أم إلى فعل خالق عليم حكيم؟ هل انتبهتم معي كيف يحاول جاهدا التماس العواطف ومشاعر المتدينين من متابعي؟ هذا كله كوم، والتلاعب بالألفاظ والمصطلحات كوم آخر، ألفاظ من مثل مش خلقي بل مؤمن بالخلق المباشر، أو يستخدم أحيانا مصطلح التصميم الذكي. هذا مع العلم أن فكرة خلق مباشر لا تتفق أساسا مع التصميم الذكي بل تناقضها، مش تطور بل تطوير. وبهذه الطريقة يجد فجوة يحشر فيها تدخلا غيبي كفرضية زائدة عن الحاجة، مش خلقية بل خالقية، وهذا مجرد لعب لفظي وكلها أصلا ترجمات لمصطلحات معروفة عالميا ولا جدوى من التلاعب بها سوى بغرض الاحتيال. بصراحة شديدة من الغريب أن تصدر هذه الكمية من المغالطات المنطقية من شخص يزعم أنه يتبع المنهج العلمي، هذا من ناحية، ويعمل بمهنة التدريس الجامعي لمادة الصيدلة من ناحية أخرى. هذه المهنة التي من المفروض أن يكون أحد أهم ركائزها هو نظرية التطور، وهو حتى لا يفهم ما يقصد بنظرية التطور، وهو بذلك مثله كمثل المهندس الذي يقول أو لا يعترف بمادة الرياضيات أو الفيزياء. لكن على الأرجح أن القنيبي يعرف أن نظرية التطور هي النظرية الوحيدة التي تفسر كيف تظهر أنواع الكائنات الحية في أزمان مختلفة وتحت ظروف طبيعية معينة، وأن هذه النظرية لم تقف عند زمن داروين قبل قرن ونصف من الزمان، بل أنها أصبحت مثبتة تجريبيا، بالأخص بعد اكتشاف الDNA في خمسينيات القرن العشرين. فاليوم نحن نعرف بالضبط كيف يتغير DNA الخاص بالكائن الحي، ونستطيع أن نشاهد بالمختبرات تكيف الRNA فيروسات في بيئات جديدة لتكتسب صفات جديدة. لكنه يدلس ويشوه النظرية لأنه مسير لا شعوريا بانحيازات ذاتية وتنافر معرفي حاد. وكما ذكرنا في حلقات سابقة ونردد هنا، من يتكلم بالعلم فعليه اتباع المنهج العلمي في تخطئة ادعاءه هو، فهذا هو أول آليات التفكير النقدي المبني على الأسس العلمية. لكن لنكون منصفين في حكمنا ولنسأل، هل من الممكن أن يكون ادعاء وجود عيوب في تصميم الكائنات الحية مبني هو الآخر على مغالطات منطقية كما يدعي بعض الخلقيين ومنهم القنيبي؟ فلنرى هذه الادعاءات ولنحكم. يقول القنيبي بأن التطوريين يرتكبون عدة مغالطات منطقية من مثل الاحتكام إلى الجهل، مغالطة إله الفراغات، مغالطة المقدمات الخاطئة، مغالطة الاستدلال الدائري، مغالطات نقل عبء الإثبات وغيرها.
في الحقيقة أن كل ما سبق إلا مغالطة أخرى يضيفها القنيبي لجملة مغالطاته السابقة عندما يسقط على الآخر ما هو مصاب به. لكن لنتجنب تراشق الاتهامات بارتكاب المغالطات، دعونا نحلل المغالطات المنطقية التي أسقطها على التطورين لنرى إن كانت تنطبق عليهم فعلا. ونحن إذ نفعل ذلك فهو ليس للدفاع عن النظرية وكأننا مجرد طرف حربي بها، بل هو فقط للتوضيح حتى لا يختلط الأمر على من هم خارج التخصص كي لا يبلعوا الطعم. أولا وتحت عنوان الاحتكام إلى الجهل، يقول القنيبي أنه عندما لا يعرف التطوريون للعضو وظيفة يقولون عنه أنه أثري. حسناً، لنرى ما المقصود بالأثري. أولا، إذا نظرنا إلى أعضاء أو خارطة جينات الكائنات الحية فسنجد خصائص لا وظيفة لها أو أعضاء بدائية مضمورة. هذه الأعضاء تم الاصطلاح على تسميتها بالأعضاء الأثرية، وتسمية العضو بالأثري لا يعني بالضرورة أن يكون بلا وظيفة، بل يمكن أن تكون له وظيفة ثانوية. لكن معيار التمييز بين العضو والخصيصة الأثرية أو الاعتيادية هو بالنظر إلى الوظيفة الحيوية التي يؤديها ذاك العضو نسبة إلى تعقيده، بالضبط كما حصل بمثال البناء الذي ذكرنا أن المهندس يقوم بدراسته فيرى أمور بالغة التعقيد تؤدي الغرض منها بصورة أقل دقة بتكلفة أكبر مما تحتاج. وقد يفسر ذلك بأن البناء لم يضع بالحسبان جميع المتطلبات التي كان يحتاجها عمل التصميم الابتدائي، فاضطر للعمل بالترقيعات. وهذا ما نراه في بعض الأمثلة لأعضاء بالغة التعقيد، بحيث تبدو لنا أنها وجدت لأداء مهمة معقدة، لكنها مع ذلك تؤدي فقط وظائف ثانوية أو ابتدائية أو بدائية. فلماذا هذا الإسراف في التصميم غير المجدي، وخصوصا فيما ليس له خاصية أساسية مهمة لبقاء الكائن الحي؟ نظرية الخالقية لا تعطينا تفسير بالطبع، لكن لنرى بالمقابل تفسير ذلك في ضوء نظرية التطور. أخذ على سبيل المثال وليس الحصر أجنحة النعامة. بالنظر لهذه الأجنحة والتي تظهر كعضو هيكلي معقد، يتبادر إلى الذهن بأنها لابد أن وجدت لأجل الطيران، لكن النعامة تستخدم هذه الأجنحة فقط للتوازن أثناء الركض، وهي وظيفة لا تتفق وتكلفة الأجنحة البيولوجية وأهمية تعقيدها الهيكلي في الطيران. تفسير العلمي في ضوء النظرية بأن الأجنحة أثرية، كانت لها وظيفة للطيران بالسابق، لكن بسبب تطورها مع التغير بالبيئة لم تعد هذه الوظيفة مطلوبة، فصارت تستخدم فقط للتوازن. وهنا، وهذا تفسير علمي منطقي يشرحه المختصون بالتفصيل، وتستطيعون أن ترجعوا لهم للتأكد. أما قول أنه إبداع في الخلق دون أن نشرح كيف يكون الإبداع، فهذا أقل ما يقال عنه أنه جملة إنشائية رنانة يراد بها إقفال الموضوع لعدم الخوض بالتفسير. ثانيا، مغالطة إله الفراغات. وتحت هذا الاتهام للتطوريين يقول القنيبي أنهم نصبوا التطور إلها للفجوات. فما هو أصلا إله الفراغات؟ إله الفراغات هو وسيلة يقوم من يستخدمها باستغلال الفجوات العلمية لدينا وتقديمها كأدلة تثبت وجود إله، أي هو مجرد كائن وهمي يقوم الشخص بإدخاله في الموضوع حتى يسد النقص المعرفي به. ولا شك أن منظومتنا المعرفية بها الكثير والكثير من الأمور الناقصة، بل حتى معارفنا على طول التاريخ البشري لا تساوي الأمور التي لا نعرفها، ومن ينكر ذلك فهو بالتأكيد جاهل. لكننا مع ذلك طورنا منهاج علمي نستطيع أن نتخذه كأداة قياس لمعرفة وجود هذا الشيء من عدمه في الواقع. وإذا تمكننا من أن نتخذ هذا المقياس منهاجا بالحياة، فالاحتمال الأكبر أننا سنقع بأخطاء أقل في تقديراتنا وتفسيراتنا للظواهر الطبيعية، وذاك هو المنهاج
العلمي الصحيح حسب الشروط المحددة في بنود نظرية المعرفة epistemology، والتي تقول بأنه لابد أن تكون للآثار المادية أسباب مادية يمكن قياسها. وأي نظرية حتى تصنف أنها علمية يجب أن لا تخرج من هذا النطاق، وعليها أن تتبع مجموعة من الإجراءات أو الخطوات المدعمة بالأدلة المادية المتراكمة من خلال التجارب والمشاهدات والرصد والإحصاءات. ذلك كله مهم لتقدم لنا نموذج أو موديل يمكن من خلاله أن نفسر الكون من حولنا والتنبؤ بأمور أو ظواهر أخرى، وهذه التنبؤات تكون بنفس الوقت اختبارا ذاتيا على مدى صحة أو خطأ هذه النظرية. وهذا النهج ينطبق كليا مع نظرية التطور، ولذلك تدخل ضمن أساسيات لعلوم كثيرة من مثل الطب والصيدلة والطب الشرعي والوبائي والأحافير وعلم الإنسان وغيرها من الكثير من المجالات، بالإضافة لعلم البيولوجية والسيكولوجي وعلم الاجتماع. وإن تعارضت أي من هذه العلوم مع نظرية التطور فهذا إيذان بوجود خلل ما في النظرية، أي أن نظرية التطور تملك أدوات تتيح الفرصة لتخطئتها، وهذا ما يجعلها حسب شروط الأبستمولوجي نظرية علمية. فعلى سبيل المثال نحن ممكن أن نقول إذا كانت نظرية التطور صحيحة فهذا يعني أننا لا يمكن أن نجد كائنات غريبة عن وسطها الجيولوجي كما تتنبأ بها نموذج نظرية التطور. أي إن وجدنا إحفورة لكائن ينتمي لفصيلة القردة العليا مثلا بجانب ثلاثي الفصول في نفس الطبقة الجيولوجية، فهذا هو الدليل القاطع بأن هنالك خلل في النظرية. وهذا ما قدمه البيولوجي جي بي هالدن كأداة تخطئ نظرية التطور عندما تحداه الخلقيون على الإتيان به، فصرخ بهم قائلا: هاتوا لي حفرية الأرنب في الطبقة الجيولوجية ما قبل الكامبرية. هذه الحادثة التي اشتهرت فيما بعد باسم أرنب ما قبل الكامبرية. أما الفجوات المعرفية الكثيرة في عالمنا المعرفي والتي هي أكبر من أن تعد وتحصى، فهذه هي وقود البحث العلمي. وإن كان القنيبي يعمل في المجال البحثي كما يزعم هو، فهو لابد أن يعلم بأن العلماء والباحثون يبحثون في هذه الفجوات ويتنافسون في كشف أسرارها، فهذه هي أحد وسائل الاستكشافات الجديدة التي طالما اشتاق البشر لها في طبيعتهم، ولا يمكن أن يترك المجال لأي شيء أن يسد هذه الفجوات بكائن وهمي أو إله. فالإله كما ذكرنا ليس مادي قابل للتخطيط والقياس. وهذا غيظ من فيض الخلقيين الممزقين بين العلم والعقيدة، والتنافر المعرفي لديهم جعلهم يلوون أعناق العلوم والمصطلحات ليبرروا لأنفسهم قبل غيرهم أن عقيدتهم هي الحق وكل ما يعارضها باطل. وأياد القنيبي لم يقصر في هذا المجال بل تمادى، وهو متأكد أن أغلب من يتابعه لن يكلف نفسه عناء البحث للتأكد مما يقدمه لهم، بل وكما تربى على الحفظ والتلقين نراه أي متابعه يردد كلامه بكل ثقة، لأن هذا التدليس يدغدغ انحيازه التأكيد. في الحلقة القادمة سنحاول أن نقدم أمثلة عن عيوب التصميم، ونتابع كيف يحاول القنيبي تبريرها ونوضح الموقف العلمي الصحيح بالنسبة لها. فتابعونا.